se moquait de moi et s'y revenait un coup. Les enfants sont méchants. Tu as eu peur? Dans le cœur de chacun d'entre nous, les valeurs. Qui dit valeur pense à la paix. Qui dit valeur pense à la fraternité. Qui dit valeur pense au respect. Qui dit valeur pense à l'amitié. Qui dit valeur pense à l'amour. Ce mot valeur est tellement large dans ses attributions. Voilà pourquoi nos petits sébiliens, qui sont bien évidemment vos enfants, vont tout faire pour vous épater et vous transporter dans un monde bien à eux, pour vous transmettre à leur manière ce qu'ils entendent par ce mot « valeur » qui englobe tant de richesses humaines. Applaudissons tous, si vous le voulez bien, nos petits sébiliens et bon spectacle. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. هذا الحفل المصغر الذي نقيمه هذا الصباح هو خاص بالأطفال الذين يوجدون الآن في ما نسميه بالماترنيل وكذلك الفئة التي تعد من الأطفال الموجودين في البريسكولير وينتهي هذا الحفل ب تهنئة أباء وأمهات هؤلاء الأطفال بما أنجزوه خلال السنة الدراسية التي تنتهي ونهيئهم للمستقبل القريب إن شاء الله ليستمروا في دراستهم بالتعليم الابتدائي بحول الله. اعتادنا هذه المؤسسة اعتادت أن تنظم حفلا مدرسيا في عند اختتام كل سنة دراسية. هنا نبدأ الحفل هذا يبدأ بإقامة ما ترونه الآن في الصبيحة ونقوم بننظم حفلا ثانيا في المساء ابتداء من الساعة 7 وهو مخصص للتلاميذ الذين أحرزوا على البكالوريا وعلى النتائج في الإعدادي ونتائج في الابتدائي. السلام عليكم، أنا غيتا مرام حمروش. اليوم غنديروا الحفلة ديال آخر سنة سبيل نشحت. السلام عليكم، انا ام ديال تلميذين بمدرسه سبيل بن قاسم وحنا اليوم جد سعداء بالحضور ديال هذا الحفل اللي تيتوج واحد السنه حافله من العطاء دوزوها وليداتنا في رحاب المدرسه. احنا جد فخورين بهذه المؤسسة ودائما معاهم في المناسبات والأفراح وكنشكرهم على جميع المجهودات اللي تيقوموا بها لود وليداتنا باش يوصلوهم ويكونوا في واحد المستوى رائع. وصراحة فعلا هذه الأنشطة هي جد مهمة لأنها كتطبع الذكريات ديال وليدات مع المدرسه، تتخلي المدرسه تكون واحد المجال حيوي ماشي فقط للتعلم والدراسه ولكن واحد المجال ديال تبادل المهارات وتبادل الصداقات مع اصحابهم وواحد المجال ديال الفرح والسرور. يعني دابا كاين سكوليغ والباغا سكوليغ، كيخص ماشي غير الدراسه والشحن والضغط ديال التلاميذ، مي تيخصهم يفوجوا في مناسبات بحال هذه برقصات ومسرحيات واغاني ويكون واحد الجو ديال التوافق ما بينهم وبين الاساتذه وما بين بحضور الاباء ديالهم اللي حنا زعما فخورين بهم وفخورين
فخورين بالمجهودات ديال المؤسسه، وتنتمنى لهم التوفيق للوليدات كاملين ووليدات المسلمين اجمعين والمؤسسه السبيل في هذا الشيء اللي كتقوم به. انا تنقول لها زعما المؤسسه انك سيري قدما، انت على طريق صحيح. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.